إن كنت موجود، كنت موجود كغيري من الصحفيين، من زملاء الصحفيين الآخرين، وما راعني إلا مجموعة تتكون من 50-60 نفر. لا قعدت أعيط. بعضهم كان يحمل مراول فيهم شعار حركة النهضة، بعض الآخر قدموا رواحهم على أنهم عناصر من حركة النهضة، بدأوا بالاستفزاز. وأنا عيط. تلموا بي، بدأوا بالاستفزاز اللفظي، ثم بعد ذلك ولا سب وشتم. وأنا عيط. ثم بعد تطور الأمر إلى اعتداء بالعنف، بالركل واللكم. وأنا عيط. والحمد لله اللي أنا ما سقطتش في القاعة، كانت الامور تولي اخطر، والناس اللي جنبيه يقولوا لي خلاص يا سيد حقك علينا احنا، وانا عايز. والحمد لله اكثر من ذلك هو انه مجموعه معناها من معناها نجات لانقاذي، منهم القيادات في نقابة الصحفيين، وجي المدير بتاع السيما والموظفين، والمدير يقول لي خلاص يا ابني طب خد فلوسك وروح، وانا كما الزميل زياد الهاني، فما قيادات في الاتحاد العام التونسي للشغل ودخلوا الناس اللي في الشارع والمواصلات وقفت والعالم، وانا عايز. كما عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس محمود عاشور، اعضاء من المعهد العربي لحقوق الانسان كما سيل مولدي. واحده ست تقول ماله يا اخويا، ده عيل تايه ده يا اخويا ولا ايه؟ وانا هذم اللي عملوا توق حولي ونجمنا نخرج من الزنقة هذه الخايبة في الحقيقة. هما فاكريني بعيط علشان الفيلم. امال انت كنت بتعيط عشان ايه؟ الجزمة كانت ضيقة عليا.